طيب انا الحقيقه واحد من الناس اللي عاشوا قصه حياه او قصه حب عم حارس للنادي الاهلي. تشرفت بالتواجد في فتره داخل النادي الاهلي. كان اللي بيبقى قاعد جنبي لعيبه كبار ونجوم ومحترمين، وكان بيبقى قاعد معانا دايما عم حارس. زي ما انا بقول دايما، عم حارس ده بالنسبه لنا كاهلاويه، كل الاهلاويه، رمز من الرموز الاهلاويه اللي الناس بتحبها. واحد طلته حلوه الناس بتحب تشوفه. هتقول لي اصله عم حارس ده الصندوق الاسود لاجيال كثيره جدا جدا جدا، وعمري في حياتي، عمري في حياتي اللي عايز يعرف اي معلومه عن اي لاعب، واذا كان اللاعب ده كويس، اللاعب ده وحش، اللاعب ده كشخص يعني، ممكن تسال عم حارس. لكن عم حارس مش هيقول لك ابدا، لانه بيحب اي حد بينتمي للنادي الاهلي. من يومين انا شخصيا فوجئت باشاعه او بلبس كده حصل في على الفيسبوك. انا ما كنتش طبعا متواجد مع حضراتكم، انا النهارده اول يوم ليا في هذا الاسبوع. طبعا اطمنت على عم حارس، لانه عم حارس بالنسبه لي اخويا، وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي كل جمهور النادي الاهلي بيحب هذا الرجل، وبالتالي خلينا نطمن عليه مره تانية. عم حارس ازيك يا حبيبي؟ يا كابتن اسلام عامل ايه؟ وحشنا يا عم حارس والله. تسألش يا كابتن، تسألش عليا يا عم حارس؟ ها؟ ما بتسألش عليا؟ لا بس عليك، بشوفك كل فترة حبيبي، بس عليك بشوف. عامل ايه يا عم حارس؟ الحمد لله زي الفل يا كابتن اسلام. كله كويس؟ زي الفل يا كابتن. عم حارس، الإشاعة أو اللبس اللي حصل من يومين، أعتقد برضو طبعا هو موضوع صعب جدا، ولكن أعتقد ان انت عرفت قد ايه جمهور النادي الاهلي بيحبك وقد ايه الناس بتحبك. والله يا كابتن اسلام، انا بعد الموضوع اللي حصل الاخير ده، انا حسيت ان جمهور الاهلي ولا اي حد بيحب النادي الاهلي ان هو بيحبني وعزيز عليا، اني عم شافوا حاجه زي ديت على عم حارس، ربنا افتكره، والناس كلها اتصلت عليا والله في البيت، وانا كنت نايم والله. حب يعني حب الناس بيحب فيه خلقه، حب الله من فوق والله يا كابتن اسلام. عم حارس، الفترة اللي فاتت فترة صعبة جدا على النادي الأهلي، وأنا عارف إن أنت دايما بيبقى ليك رسايل لكل جمهور النادي الأهلي، وجمهور النادي الأهلي كله بيثق أو بيحب يسمع صوتك وبيحب يسمع رسايلك اللي تقدر تقولها له. لو ليك رسالة عايز تقولها لجمهور النادي الأهلي من خلال عم حارس، تقول له إيه؟ اوصلها لهم. انا بقول لجمهور الاهلي التامن اللي هو في مصر او في الوطن العربي او في اي مكان، نادي الاهلي ما بيقعش، نادي الاهلي لما بيجي يقع بيقوم بسرعه. ايوه. ونطمن الناس ديت ان السنه دي اللي احنا ان شاء الله ابطال دوري وابطال كاس وابطال اي حاجه في الدنيا ان شاء الله. عم حارس، ما حدش ينسى اللي احنا النادي الاهلي واخد دوري ابطال الدوري قد ايه، وافريقيا قد ايه، وكاس قد ايه. النادي الاهلي مهما يكون، النادي الاهلي فوق، النادي الاهلي ما بيقعش. طيب عم حارس، انت مفتقد موسيماني ولا وحشك موسيماني يعني؟ بص كابتن اسلام، انا اي مدير فني طبعا، انت انا عاصرت مدير فني اجانب كتير قوي. طبعا طبعا. موسيماني واللي هو يعتبر اللي هو التبنى الاهلي، يعتبر انا بقول عليها اسمها خيان. تمام يا كابتن؟ تمام يا عم حارس. النادي الاهلي ما بيقفش على مدير فني. ايوه. النادي الاهلي فوق الجميع. ايوه. يعني احنا حاجه كبيره قوي، احنا انت عارف، انت كنت لاعب دولي في نادي الاهلي وكابتن اسلامي نشاط ولك اسمك. نعم. وعارف ازاي مع الجيل بتاعك اللي هو ابو تريكه والنحاس والناس دي، يعني جيل كبير. صح كده؟ صح كده. مانويل كان عامل ازاي؟ قول لي انت، مانويل كان عامل ازاي؟ مستر مانويل نجح. نجح بطريقه مين؟
نجح احتفلت اللعيبه الدوليين الكبار اللي كان معاه في النادي الاهلي اللي هم ساعدوه اللي هو خلوه خد بطولات. لو عم حارس بس مدير فني للاهلي هينجحه، بس اهم شيء اللي بينجحه لعيب. طيب عم حارس، قبل بس ما اسيبك، الناس كلها عايزه تعرف اهم خصائص مارسيل كولر المدير الفني الجديد بشكل شخصي، يعني بعيدا عن التدريب والكلام ده، بشكل شخصي انت شايفه ازاي؟ انت بتتعامل معاه كل يوم. لا والله شخصي مؤدب ومهذب وكل حاجه يعني. وراجل يعني بيحب اللي هو يتعرف على الناس كلها، مين عم حارس، مين شعبان، مين سيد عواد، مين محمد بك، مين صلاح، مين ده، كل الراجل ده عايز يعرف كله في جميع السؤالات دي. وانت برضو بتساعده وبترص الماء وكل حاجه زي ما انت، ها؟ زي ما انا كابتن اسلام، وانت عارف ما 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 ما, ما, ما. والله يا جماعه عم حارس ده خلي بالكوا ده محلل اداء لوحده، يعني هو قاعد كده يقول لي يا كابتن اسلام ده المفروض فلان يطلع وعلان يطلع وفلان ينزل وكذا وكذا وكذا. فيعني ما تقولش على هو الكلام ده، الناس تيجي عليا بقى. لا ده بيني وبينك، ما احنا ما حدش بيسمعنا. حبيبي يا عم حارس، ما تقوليش على الهوا مباشره بقى. حبيبي يا عم حارس، يعني اولا انا مبسوط ان انا سمعت صوتك، ثانيا كل جمهور النادي الاهلي كان ينتظر ان هو يسمع صوتك، فانا بشكرك جدا جدا. ربنا يخليك يا عم حارس على وجودك معانا. وانا بشكر جمهور الاهلي اللي هو بيسمعك حاليا دلوقتي، انه عم حارس بخير. حبيبي يا عم حارس، ربنا يكرمك ودايما تفضل، وربنا يديك الصحه والعافيه، ودايما تفضل تحط الكنزات وتفضل دايما تحلل اداء اللاعبين. شكرا جزيلا لعم حارس.